أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات جوه النادي الأهلي نفى تماما الأنباء اللي بتقول إن النادي الأهلي بيتفاوض مع لاعب من نادي بيراميدز محمد أبشة، وأكد إن الأخبار دي مش صحيحة بالمرة، وقال إن النادي الأهلي ما بيفوتش أي لاعب في الفترة الحالية، وإن الفريق خلاص حقق كل الصفقات اللي محتاجها في موسم الانتقالات الشتوية الحالية، وده طبقا لطلبات المدير الفني الأوروجواني مارتين لاسارتي.